الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء تحدثنا في حلقه سابقه عن اصحاب اليمين ودعينا في نهايه الحلقه وقلنا اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين النهارده مضطرين نحكي عن اصحاب الشمال ونعرف ربنا يعني ايه نتقي شرهم ونتقي شر اننا نكون يعني في هذا الموقف فضلت الشيخ اشرف الفيل اهلا بحضرتك معانا ومن هم اصحاب الشمال الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم اجمعين وبعد. الحقيقة أصحاب الشمال حتى من من اللفظ نفسه أو من النص نفسه يفهم من ذلك أنهم أصحاب الكبائر وأصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب الكبيرة وهم الذين كانوا على شمال آدم عليه السلام حينما خلقوا لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وهم في عالم الذر قسمهم الله سبحانه وتعالى لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون الى يوم القيامه والله يعلم ان ذلك الشخص سوف يسيطر عليه الشيطان والله يعلم ان ذلك الشخص سوف يغوى وسوف يسير في المعاصي فالذين كانوا يسيرون في المعاصي جعلهم الله عز وجل على يسار آآ 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 ادم عليه السلام عند الخلق فهؤلاء هم اصحاب الشمال والقرآن الكريم يؤكد أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين يعني كان عندهم طرف وهذا الطرف كان هو طرف يؤدي ولذلك الإنسان لما بيقع في المعصية شوفي الإنسان المعتدل في الطاعة وفي الإيمان مهما يصل من غناء أو من ثراء أو من كذا هو محافظ على ضوابط معينه لا يخرج عن تلك الضوابط لكن الانسان الاخر الذي هو بعيد عن الطاعه حينما يزداد في فئه معينه لذلك لما تعرف ان كثير من الناس في بعض البلدان ظهر لديهم مثلا الذين يتصفون بالشذوذ مثلا والذين يتصفون بكذا لماذا ظهر ذلك الامر لان هذا امر مترف هو فعل كل شيء في حياته آه فاخذ يبحث عن شيء غريب آه او مستهجن، حينما تعرف ان كثير من الناس ينتحرون لانه لا يجد مشكله في حياته، آه لم تواجهه مشكله في حياته، آه ما الذي جعله ينتحر؟ يعني كان آه واصلين لدرجه من الترف الترف آه ده حتى مش الغنى العادي بتاع الناس آه العادية اكثر لا من آه ذلك ويمكن الفهم بذلك منه التطرف اي التطرف الفكري الفكر او التطرف في مش التطرف دي بالطه اه بقول بقولك منها منها يعني منها يعني تطرف فاصبح مترفا يعني راح في حته تانيه خالص في يعني بقى يفكر في تفكير تاني في حاجه تانيه في شيء شاذ عن, عن المالوف عن كذا وكانوا يصرون على الحنث العظيم يعني ايه الحنف العظيم الحلف هو الحلف الكذب الحلف الكذب احنا عندنا الايمان في يمين لغو وفي يمين منعقده وفي يمين حنث اليمين اللغو ان الواحد يقول مثلا ايه مثلا انا انا خرجت دلوقتي حالا من هنا وحضرتك خرجت من باب ده وانا ما خدتش بالي فحد سالني بره دعاء جوه بقول اه والله جوه فهذا يمين اللغو او تقول واحد اتفضل اتفضل الله اتفضل غدا معايا اتفضل الله اتفضل والله هذا ليس مقصود انك انت بتقسم عليه هذه ليست يمين منعقد هذه تسمى يمين ايه؟ لغ. يمين لغو الثانيه يمين منعقده واليمين المنعقده ان انا اقسم والله لافعلن لا كذا خلاص انا عقدت اني على هذا فلا آه. بد من فعلها فان لم افعل فلزم ان انا ايه اكفر عن يمين والثالث يمين الحنث والحنت في اليمين هو ان يحلف كذبا يعني انا شايفك عادي الغموس اه هو ده الغموس اسمه الحنث, اه الذي يحنث في يمينه انه هو يقول كذب هكذا بهذه الطريقه والله ان الدعاء ليست موجوده هي امامه فيقسم ذلك او في التليفون او في كذا او من هذا القبيل يبقى اذا هذا حنث الحنث عظيم وهذه مساله ليست لها توبه وليست لها كفاره الذي يحلف كذبا ليست هناك كفاره على حلفه ان واحد يقول لك طب انا احلف اقول والله العظيم ما عملت وبعدين راح كفر لا هذا ليست له كفاره الكفاره لا تكون الا على اليمين المنعقده التي اقسم الانسان على فعلها ثم لم يتمكن من فعلها او تراجع عن رايه في فعلها فهذا هو الذي يلزمه الكفاره اما الاخر لا تلزمه الكفار وكانوا يصرون على الحنث العظيم وقالوا مم. يقولون وهذه العقيده اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون واحنا لو متنا وكده احنا هنرجع تاني ونبعث تاني ونبقى موجودين تاني في الاخره والكلام ده فهؤلاء هم اصحاب الشمال ويقال ان اصحاب الشمال هم اصحاب الشؤم شؤم شؤم اه المتشائمون دائما دول اصحاب شمال عنده شؤم في كل حاجه ما عندوش حاجه فيها يعني فيها ميمنه كده ولا فيها تفاؤل ولا فيها كذا لا حياته كلها شؤم في شؤم متشائم من كل شيء ما هم في في موضع اخر في القران الكريم ذكر اصحاب المشأمة ها المشأمه دول اه, آه اللي هي جايه من الشؤم اللي عنده شؤم بقى اللي هو متشائم دائما آه. ما عندوش ابدا اي نوع من انواع الرضا على اي حاجه ده من اصحاب الشمال اللي ما بيرضاش لو اعطيته لا يرضى لو ما اعطيتوش ما يرضاش مم. لو الجو برد ما يرضاش لو الجو حر ما يرضاش مم. لو ربنا اداله الصحه ما يرضاش لو ربنا خد منه الصحه ما يرضاش يعني ده مش راضي على طول فده اسمه اصحاب الشؤم فعشان كده ده ده, ده ده من اصحاب الشمال واصحاب الشمال في الاخره عذابهم معروف الهواء حار جدا والماء يعني بيغلي جدا في في سموم الذي هو الهواء الحار وحميم الذي هو ماء حار يعني هم مم. في الاثنين يعذبون بهذا العذاب لانهم اصحاب الشمال اصحاب الشمال هم اصحاب المعاصي اصحاب مم. الشمال هم اصحاب الكبائر الذين يؤدون الكبائر ويصرون عليها لا الذين يتوبون منها لان الله سبحانه وتعالى بين قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات اي يحولهم من اصحاب الشمال الى اصحاب اليمين يعني بعد ان كانوا في الشمال حولهم الله سبحانه وتعالى وصاروا في اصحاب اليمين واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة باقي الآية ايه؟ واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة اه باقيها ايه؟ مش لاقية الباقي بتاع الآية يعني اخرهم ايه؟ في ظل في في, في ظل من يحموم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون الحديث العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكنا أه تراب انا أه لمبعوثون طيب أه أه فكره انه لو في حد يعني متشائم بس راجل مؤمن أيوة باش احنا مقولناش حاجة يعني احنا أمام. ونهايتنا سودة وهنعمل وهنروح حياة التشاؤم التشاؤم لا يكون إلا من ايوه طوح. أمال المتشأمة هنا التشاؤم لو عنده تشاؤم على طول حياته كلها متشائمة يعني م. مش قادر يلمس الطبق خايف من كذا فاكرة ساعة لما ابتلينا بكورونا فيروس شوف الناس كلها بقت مش قادره تلمس باب العربيه ولا تلمس باب مش عارف ايه ولا يلمس اي جهاز ولا يلمس اي باب ولا اسانسير ولا بتاع ولا حاجه كان حصلت هذا الامر كان حصل ولو واحد عطس الدنيا تموت والدنيا تبوظ والكلام ده كله طيب احنا جاي اسئله فضلت الشيخ بقى الاسئله الفتاوى أه. واحد رمى يمين الطلاق مرتين شفهي ورده مرتين آه وبعدين طلق الثالثه رسمي على يد ماذون هو بقى عايز يرجعها وهو مش مسجل الطلقتين الاولانيين يحسبهم بقى ولا ما يحسبهمش ولا الوضع يبقى ازاي؟ العلاقه القائمه ما بين الازواج العلاقه القائمه ما بين الازواج هي علاقه قائمه على اليقين او النيه خلاص فاذا قصد الانسان طلاق امراته فتلفظ بلفظ الطلاق فقد وقع الطلاق وهذا ما عليه جمهور العلماء اه خلاص كده طبعا هناك راي اخر بالقول بان هذا الطلاق لا يقع الذي هو الطلاق الشفوي المرأة انت طالق انت طالق مم. لا يقع والعلماء الذين يتمسكون بأن الطلاق الشفهي يقع انما كان مقصدهم حتى لا يكون مسألة الطلاق مسألة أرضه. عرضة وبسيطة وسهلة وان كلمة بسيطة، ما لازم يبقى عندنا حاجة بنقف عندها ما بنتخطهاش ما بنتعدهاش لأن احنا لما بنتعدى حدود الله سبحانه وتعالى بنتعدى حدود بعضنا البعض، مم. خلاص بقى الناس بقى ممكن الجار يضرب جار ويشتم جاره ما يحافظش عليه ما هو لازم يبقى في حاجة هي اللي بتوقفنا، حاجة خلقية هي مم. اللي بت اللي عن إيذاء جاري؟ مم. أخلاقي مش اكتر من كده انما لو تجاوزنا في كل الامور حنتجاوز في كل الامور طب ايه اللي بيخليني احترم العلماء ماجيش عندهم ما اكلش لحمهم لحمهم مسمومة ما, ما, ما كتبهمش ما اعملش كذا اخلاقي التي تفعل ذلك وديني والذي يفعل ذلك طيب آه. اه 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 السيدات اللي بيبقى عليهم ايام من رمضان اللي هي الايام العاديه بتاعه الدوره الشهريه وما وما صاموهاش ايام عاديه هي وهي مش مريضه ومش اي حاجه ومش كده بعد الحو... رمضان ايوه لو ما صمتهاش لغايه ما رمضان جه واللي بعده جه واللي بعده جه وعندها ايام كتير من ايام الدوره الشهريه ولم تصومها هل يجوز انها تطلع كفاره ولا لازم تصومهم؟ شوفي الذي التي افترضت يعني ما... ما فيش شيء يمنع مرضي، ما فيش شيء مرضي تمام، يعني. التي افترضت بسبب عذر الحيض هذه المراه يجب عليها قضاء هذه الايام ولا يجزئ عنها الكفاره يا ابيض حتى لو ايام كتير حتى لو ايام كتير تحسبها وتصومها متقطعه آه. بقى على مدار السنه مم. في طريقه هناك قولان للعلماء هناك قول عند المالكيه ان ان المراه اذا مر عليها رمضان الثاني دون ان تقضي من غير ما تقضي يلزمها يلزمها القضاء ان تقضي ثم كذلك تطعم الاثنين مع بعض آه. ولكن الجمهور ليس على هذا الراي على ده الراي ده الملكيه فقط هم الذين آه قالوا آه عمل الجمهور على خلاف ذلك انه لم يرد دليل ولا إنها نص على هذا انها تتعب، انما عليها ان تقضي الايام متى ما شاءت تقضيها فخلاص فات سنتين فات ثلاثه فات اربعه وهي قصرت في ذلك الامر فعليها ان تعد هذه الايام وتقضيها إن انا يعني بعض السيد بعضه بعضهن يعني انه مؤمنين يعني ملتزمين جدا في كل شيء بس لك كده انا ما بعوضش الايام ما هوش ربنا هو اللي امرني ان انا ما اصومهمش اقول لها ايوه ما هو امرك تعوضيهم فما ما بتعوضش الايام خالص وبعدين فوجئت وهي مثلا فوق ال 40 45 سنه ان عمرها كله من وهي عندها 15 سنه يعني كام سنه فضلتش يخت 30 سنه 40 30, 30 رمضان خم... اه تقريبا 30 أوه. ما هو خم... 30 سنه 25 من 15 ل 40 25, 25 مثلا هي عندها 45 سنه طب خلاص يبقى ف... 30 ف 30 سنه أوه. ما عوضتش ولا يوم من ايام الدوره طيب. الشهريه فلما بتسال فبقول لها لا ما ينفعش يعني ايه طب ما اطلع اطعام هي الموضوع كده فهي بتقول لا لا يجوز لا لا يجوز التي تطعم هي المرأة التي حملت أو المرأة التي أرضعت لا مفيش أي حاجة إنما ليس هناك حمل ولا رضاع يبقى لا مفيش مم. يبقى مفيش إطعام الإطعام لا يكون إلا من حمل أو رضاع أو ما شابه ذلك إذا كانت المرأة لن تستطيع أن تصوم ودي حكم تاني لكن مع إن فريق من الفقهاء قال لازم تصوم برضه لكن خلينا ناخد الحكم الأيسر يعني في يعني اللي قالوا مسألة. إطعام قالوا لازم برضه تصوم مم. اللي قالوا إطعام لازم تصوم اه بس مم. مفيش ليس هناك شيء يجبر عن الصوم مم. وإن ماتت صام عنها وليها او صام عنها ابناؤها مم. يعني لازم نقول 30 رمضان فهي تقريبا بتقعد اربع ايام مثلا او خمسه حسب عادتها كل واحد حسب في ثلاثه في اربعه في خمسه في سته تضرب ده في الرقم بتاعها وليكن في خمسه يبقى 150 يوم ال 150 يوم تعمل ايه بقى الحل دايما اقول للسيدات الفضليات مم. بنعمل ايه بنجيب ورقه ونعمل فيها 150 مربع ومربعات صغيره كده وبعد كده نيجي كل ما نصوم يوم اي يوم يجي في مذاكرة تضلله او او تعلم عليه ان صح صح صح, صح عشان تعرف باقي الايام اللي عليها كام عشان بعد لما تموت اولادها بقى يكملوا المربعات يعني اللي هي سنتها طبعا هذه الدرجه طبعا, طبعا. لانه فرض لانه فرض لا يمكن الاستهانه به آه. لا يمكن اه عشان بس الناس ما تستهونش آه. بالقصه لا. دي لا. لا. طيب موضوع الدوره الشهريه فضلت الشيخ انها بتنزل في اوقات ممكن يبقى خلاص فاضل على المغرب دقيقه او دقيقتين اليوم ما يتحسبش كده لا شوفي المغرب غروب الأذان المغرب ما بين أذان المغرب وما بين غروب الشمس أوه. بيتحقق في حوالي سبع دقائق مثلا فبعض الفقهاء يرى وبعض العلماء يرى إني لو خلاص باقي على المغرب دقيقتين او ثلاثة كفروق توقيت كانها لو كانت يعني مثلا هي في اكتوبر مثلا وتقول لو انا لو كنت في التجمع كان زمان المغرب جدا دلوقتي أوه. فاصابها ذلك الحيض فهذه يصح صومها ولا تقضي ذلك اليوم مم. اللي هو دقيقتين او ثلاثه بالتحديد اللي هي فروق التوقيت في البلد الواحده مم. يعني الحاجات البسيطه في المكان فتعدي فتعدي زي مثلا واحد قعد في مطروح او قعد في اسكندريه او قعد في كذا وسمع اذان بتاع التلفزيون من القاهره فافطر عليه آه. وقد يكون هناك متاخر عنا بدقيقتين او بثلاثه مثلا آه. فخلاص وغالبا دقيقتين او ثلاثه ما زيد عن ذلك. ولا فلس. شيء فيها خلاص ولا شيء يعني فيها. يعني تحسب؟ تحسب لا لا, لا قضاء عليه لانه قد تحقق الغروب. اه, آه لانه آه. قد تحقق الغروب فعلا لانه بدخول اذان المغرب فقد تحقق الغروب. ايوه هي الدنيا بتبقى غربه يعني بيبقى الشمس أيوة؟ راحت فعلا أيوة. بس لازم بنستنى احنا في الشيخ زايد بنبقى بعد مثلا بعد القاهره بعد بت... القاهره بت... فالتلفزيونات كلها بتبقى واحنا لسه قاعدين مستنيين فاحنا هل لازم نستنى ولا نستنع؟ لازم نستنى لا نتعمد الافطار انا آه بتكلم آه. لو واحد, واحد فجاه سمع الأذان أز... فافتكر آه ان الاذان آه. ده لان ممكن واحد مش من مش من الشيخ زايد وجاي من حته تانية فدخل مثلا مش من الجيزه وجاي من القاهره او جاي من اي محافظه تانية فاذن في الموبايل بتاعه ولا اذن في التلفزيون فكان عادي طيب اه 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 تاخير الفطار هل عليهم إسم يعني السنه تعجيل الافطار السنه تعجيل آه. الافطار ليس المقصود بالافطار اللي هي طبعا الفته والبتاع لا لا يعني يشرب ميه اه حول. يشرب ميه بتاع هذا التعجيل من السنه والاصل عند المؤذن قبل ان يرفع الاذان ان يفطر ساعات الستات وهي بتوضب وبتحط وبتعمل تنسى نفسها خالص ولا تاخد طمرة ولا حاجه ويدن وتبقى في الفرن وبتعمل وما تفطرش وتنسى وانت اكتشف انها ما حطيتش حاجه ما كسرتش لا بد من كسره عند سماع الاذان أمر الله مش على ولا لا, لا, لا. أمر الله اكبر على طول لازم تاخد حاجه لان ده الاصل لابد لاني ما زالت امتي بخير ما عجلوا الافطار أيوة ما عجلوا الفطور أيوة. لازم نفطر عشان نصيب السنه وده و و و و امر ربنا ان ربنا بينظر اليك على اتباعك للامر ان انت الفجر جدا انت مسكت المغرب جدا انت افطرت فكان هو ربنا يحب فيك دي ربنا يحب الطاعه فدي نوع من انواع الطاعه الانسان بيقدم بيوم أعمل. شكرا جزيلا فضلت الشيخ أشرف الفيل عندنا فاصل قصير ونعود بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون دكتور يسري عزام إمام جامع عمر بن العاص أهلا بحيك يا دكتور أهلا بحضرتك وفكرة بقى عايزين نفهم معنى الجهاد الدنيوي اللي احنا عايشين. احنا دلوقتي عايشين لا بنحارب ولا ولا عايزين نحارب الحمد لله لكن في جهاد بقى, بقى. فكرة الجهاد بالاموال يعني انا هل مثلا وانا بصرف كده عادي ده يعتبر جهاد ولا معناه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الجهاد نوعين جهاد اللي هو قتال العدو وجهاد النفس هنا لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم طيب أنا لما جاهد بنفسي يعني أبذل نفسي فداء لله جل وعلا فداء لوطني لأرضي لعرضي دفاعا عن الأرض اللي أنا عايش عليها لأن حب الأوطان ده من الإيمان ومن كمال الإيمان طيب لما تخلف بعض الناس عن الغزو مع سيدنا النبي وعن الخروج معه وتقاعسوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي حتى في بعض الغزوات لما أشير إن لما اثير خبر أن النبي قتل وقف وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فكان سيدنا النبي في المقدمه مش في الخلف لا في المقدمة حتى إن بعض اللي نعت النبي قال كان يحتمى به من رمي السهام يعني هو أقرب للعدو من أي أحد فقاتل النبي بنفسه وبماله يعني إيه بماله حضرتك بتقولي الجهاد بالمال ما هنا النفس البشرية دايما بتحب المال يحبون ربنا المال حبا جما هو المال تسمى مال ليه يا أستاذ دعاء مم ليه المال تسمى مال لميلان النفس إليه، آه وسميت الدنيا دنيا لدناءتها، آه وسمى الإنسان مم إنسانا لكثرة نسيانه. مم 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 مال من الميل، وتحبون المال حبا, حباً جم. طيب مم أنا بحب المال، طب ربنا بقول لي أنفق من المال ده عشان أخلف عليك، عشان أزيدك، عشان أعطيك، عشان أضاعف لك المال اللي عندك أضعاف مضاعفة، فمنكم من يبخل. ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. هو سيدنا عثمان لما بنمر الان في المدينه المنوره بعد 1400 سنه ونقول وقف عثمان بن عفان. بعد كل هذه السنوات ايوه بعد كل هذه السنوات سيدنا عثمان اشترى بئر رومه وجهز جيش العسره. وأنفق وأنزل فيه القرآن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرة بالتاني وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فربنا هو اللي اداك المال طب لما تنفق المال وأنت مالك للمال يبقى خلفت نفسك مش كان النبي لما يرجع من الجهاد قتال العدو يقول للصحابه رجعنا من الجهاد الاصغر الى, الجهد إلى الجهاد الأكبر, الاكبر جهاد النفس مم وخالف النفس والشيطان واعصهما وانهما محضاك النصح فاتهمين يعني الانفاق ده جهاد اكبر طبعا مم لان انا بجاهد نفسي مم نفسي بتحب المال آه لو ان لابن ادم واديا من ذهب لتمنى ان يكون له واديان طب لو عنده اثنين عايز يبقى ثلاثه الانسان دايما يحب الايه يحب الدنيا ويحب مم. الزياده فربنا بيقول لي انفق هخلف عليك هضاعف لك المال طب لما النبي خرج وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله ايه الثواب اولئك لهم الخيرات دنيا واخرى حتى بعض المفسرين قالوا الخيرات في الدنيا الغنائم اللي بيغنموه من القتال مع العدو غنيمة لهم يوزعه النبي بين أصحابه وأولئك هم المفلحون في الآخرة لأن الفلاح في طاعة الله وفي طاعة رسول الله طيب نروح نشوف تقرير عن قوافل الخير ونرجع نكمل حلقتنا قال الخير في كل مكان ربنا يبارك فيكم ويجزيكم خير على اللي انتم عملتوه 6000 بطانيه 10 طن بطاطس 10 طن برتقال 9 طن لحوم في فعل خير الله يبارك له ويجزيه خير اتبرع لنا كمان ب 300 هديه لاطفالنا الجمال في منطقه رفح جاي فريق محترم عشان يسعد الاطفال ديت مع اكتر من 47 شاب جايين متطوعين عشان يقدموا الهدايا اللي انتوا بعتوها بالتعاون مع صندوق طحي مصر اللي بصراحة ما بيسيبش مكان إلا وبيروحه وشرف لجمعية البر والتقوى إن احنا نكون معاه وهو دايما بيحب يتعامل معانا وخصوصا في الأماكن الحدودية بجد الناس دي محتاجة مننا إن احنا نقف جنبهم لأن هم حموا مصر مع الجيش والشرطة وقفوا وقفة قوية جداً عشان كده احنا رايحين لهم ب 27 عربيه والمشهد قدامكم سبعة 27 عربيه محمله بالخير من اهل الجود والاحسان اللي ما قالوش الظروف ما تسمحش انما قالوا نقسم اللقمه بيننا وبين احبابنا واخواتنا اللي في رفح والشيخ زويد، الاسبوع الماضي كنا في الاقصر واسوان، النهارده احنا رايحين على الشيخ زويد ورفح مستنيكوا في اللي جاي ومستنيكم كمان تكملوا لنا عايزين عشرين ألف بطانية شكرا وإلى اللقاء عجبتني فكرة انه جايبين كمان يعني بليات شو عرايس إيه وعرايس وبتاع الفكرة مش في توصيل الحاجه وخلاص، الفكره بندور ازاي نفرح الولاد دي. ما هو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أيوة. ان ربنا يجعلني سبب ان أه. انا ادخل الفرحه والسرور أه. على قلوب الكبار والصغار دي نعمه من نعم ربنا. ده أه. سيدنا النبي في يوم مر على طفل صغير فالطفل النبي لقاه بيبكي فيقول له يا عمير ماذا فعل النغير؟ كان عنده مم طائر صغير مسميه النغير ومش موجود الطائر، الطائر مم مات فالنبي يسأله يا عمير ماذا فعل النغير؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبطب على الأطفال الصغار مم كان كل رحمة وحنان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فإحنا لما لما نرحم الأطفال ده حديث النبي ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر, كبير ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه مم. فمش موضوع ان انا خدت حاجه غذائيه واديتها للناس ورجعت اجري لا مم. نحن بندخل الفرحه والسرور على قلوب الناس وده في ميزان حسنات الجميع أيوة. لان اللي, اللي هيدخل السرور على حد ربنا سبحانه وتعالى هيفرحه في الدنيا والاخره سبحانه مم. وتعالى مم. ال 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 الاحتياجات بتاعت الناس دايما يعني بتبقى سابقه بخطوات كتيره اللي معاهم في ايديهم يعني مهما والله الواحد معاه فلوس دايما الاحتياج بيبقى سابق فلما يبقى الفقير احتياجاته طول الوقت لا تنتهي هو محتاج مم. طول الوقت نعم ما هو ده بقى التكافل الاجتماعي اللي احنا آه. بنتكلم عنه مثل المؤمنين في توادهم <تصفيق> وتراحمهم <تصفيق> وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى, أشتكى منه عضو تداعى مم. له سائر الجسد بالسهر والحمى. مم. في مرة حصل حكاية في زمن النبي الصحابة أحسن. رضي الله عنهم وأرضاهم، واحد كان عنده شيء من الطعام في البيت فأهداه لجاره. فقام جاره قال إيه؟ لا ده أنا جاري أشد احتياجا مني، أرسله للجار الثاني. الثاني بعته للثالث، الرابع، الخامس، حتى وصل للجار السابع اللي هو مين؟ اللي هو صاحب الطعام الاساسي أيوة فعاد له الطعام مره ثانيه ده معناه ايه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه لو في اشد الحاجه في اثار الاثار ان انا ابذل ما عندي وانا في حاجه اليه فده اللي احنا محتاجينه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي بين اصابعه صلى الله عليه وسلم وتعاونوا محتاجين التعاون التكافل التراحم التضامن كل ده في ظل هذه الظروف اللي بيحيّاها العالم في كل مكان حديث النبي عليه الصلاه والسلام الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه نعم فالصيام هيقول اي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه نعم. ويقول القران منعته النوم بالليل فشفعني فيه الله قال فيشفعان فيشفعان, فيشفعان. آه قال صلى الله عليه وسلم آه. فيشفعان الصيام والقران مم. الصيام منعه اللي احنا بنقراه العادي اه طبعا آه. القران ده نعمه من نعم ربنا علينا اقراوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه مم. طيب شهر رمضان ده شهر القران مم. اللي صام بالنهار واللي قام بالليل مع القران الكريم مم. مم. الصيام والقران يوم القيامه يشفعان فيه مم. سيدنا النبي قال فيشفعان مم. يشفع فيه الصيام ويشفع فيه القران لانه قام بحقهما لله جل وعلا جميل انا شايفه هنا مشاهد لحفظه القران الكريم اللي بترعاهم وبتدعمهم البر والتقوى نعم. بتديهم جوائز وبتشجعهم وبتعمل لهم مسيرات وبتديهم مبالغ مالية يعني نعم ما شاء الله فده اللي بيدعم الناس دي واللي بيدفع لهم واللي كده برضو بيبقى عايز ينوبوا من الثواب جانب يعني أكرم بقوم أكرموا القرآن اللي يكرم القرآن وأهل القرآن ربنا يكرمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته عارفه يا استاذه دعاء اعظم مم. نعمه واعظم تركه واعظم ميراث نورثه لاولادنا هو القران، مم. احنا بنهتم ان اولادنا يروحوا مدارس لغات ويتعلموا لغه ويتعلموا كل فنون الحياه، طب القران فين؟ مم. القران لو دخل في حياه اولادنا هتحصل لهم البركه. أيوة. ما رايت خليلا يرفع قدر خليله القرآن فطوبى لمن اتخذ القران خليلا الله اللي عايز عز الدنيا عليه بالقران مم عز الاخره عليه بالقران اللي عايز الدنيا والاخره معا عليه بالقران فالقران نعمه من الله يمتن بها على من شاء من عباده ان ربنا يجعل جوفي وقلبي وعاء لكلامه يبقى ربنا اختارني ربنا اصطفاني الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس سبحانه وتعالى فعلموا أولادكم القرآن وما تخافوش عليهم من مضلات الزمان لأن القرآن سيحافظ عليهم ويعلمهم كل شيء إن شاء الله وانا بتفرج على المشاهد بعض اللي حفظت القران بتبقى امهاتهم من الستات الطيبين اللي ممكن ما يكونوش بيعرفوا يقروا ويكتبوا او ما قرأوش مثلا القران كامل في حياتهم يعني فتحوا المصحف نعم. ما عندهمش المقدره دول ثوابهم إيه أو حسابهم ثوابها أن جعل الله من نسلها من يقول بسم الله الرحمن الرحيم مم. مم. لو الولد قال بسم الله الرحمن الرحيم ربنا يلبس أبوه أم تاج الوقار مم. حتى لو هي لم تقرأ حتى الكرة. لو هي لم تقرأ هنيئا مريئا مم. والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى <applause> طالما ان جعل الله من نسلهما من يقول بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الثواب هيعود في قراءة القران على ابيه على امه على شيخه الذي علمه <applause> لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. ده بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنه. مم. 19 حرف في عشرة ب 190 حسنه. مم. ما بالك بمن قرأ القرآن وحفظ القرآن كله له عند الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور من يسري من عزام حضرتك. إمام جامع عمرو بن العاص شكرا جزيلا شكرا لحضرتكم على حسن المتابعه أشوفكم على خير في الحلقه الجايه بإذن الله.